هي تجمع بين ذلك الدعم لذلك السجين والمشقة لتلك العائلة، مشقة في توفير مستلزماتها، مشقة في إعدادها، مشقة في طريق إيصالها، ومشقة في الحفاظ على أن يفقد الأكل رونقه ولمسة أنامل صنعته بحب حتى تصل الرسالة بكل معانيها في زمن منعت فيه الرسائل. تجمع بين القوة والصبر من جهة، وبين الذل والمهانة من جهة أخرى. ذل ومهانة في الطريق، ذل ومهانة أمام باب السجن وفي الانتظار، ذل ومهانة أمام عون ترجوه أم أو أب أو زوجة لإدخال قفة دون أن ينقص منها شيئاً أو يبعثر ما فيها أو يرجعها أصلاً. القفة هي كل تلك المتناقضات، لا عجب فهي في مكوناتها من أطعمة تجمع بين الحلو والحار والمالح. القفة ليست فقط مأكولات، القفة شجاعة في مغالبة الظلم، هي سلاح الحب والعطف والأمل في مواجهة سياسة الكره والقسوة واليأس. السيدة مباركة تونكتي ما هيش معانا اليوم، لأن السيدة مباركة كان عندها 5 أبناء مساجين وكان عندها صهرها. والسيدة مباركة حتى وهي في أثناء اهتمامها بهم وزيارتها لهم مرضت بالسكري ومرضت بأمراض عديدة، ومن بينها مرضت بمرض الرعاش، والأمراض هذه خليتها اليوم ما تكونش معانا. احنا باش نشوفوها في بعض اللقطات المصورة اللي صورها فريقنا كزارها، لكن ابنتها هداء هي بيدها عانات مع أمها وعاشت مسألة القفة ومرارة القفة وعزة القفة. تفضل مدام هداء، قدمنا شنو الظروف اللي عشتوا بها. شكرا. استنوا الشريط. وصلحت لنا نمشي نزور، وبنيت ندفع القفة باش نمشي نزور. يجيني بلقات بعساس نتاع الحبس، يقول انت ما تزوريش علاش داير مسات في المحرمة، ما تدخلش نزور على خاطر مسات. نصرف القفة من شوي ويزيد يفرق سهالك، نهار يقول لك هذا ممنوع ما يدخلش، نهار يدخلوا لك كعبة بالبدا، نهار يدخلوا لك معناتها كل حاجة نقصوا لك من يدخلوا لك منها حاجة. من رؤوف وقت الصيف نهزل له في العصير بدون بتاع 5 الباطل، قالوا يدخلوا له ويدخل كل شيء، ما تخلوش نقطة ما يعرفش عليها وما سمعش بيها تسمع. أيوة ونسيبه معاهم زاد نزوره حتى هو ونمشي له برج الرومي ومشات للعندوبة وهنا 9 فريق. وقت ما يدخلوا عليك ويطلوا على الدين الكل بالك شم خبي حد انت هنا من غير بلادك، او بلادك انت مشدودين بالك تجيبي واحد اخر تقولي ما عادش يجوني، ما يدخلوا لازم يفلس على كل شيء. والزيارة احنا نتاعنا احنا بسوريا معناتها عيط الواحد كل واحد وحده، معناتها خاصة زيارتنا ما نزوروش معناتها بالجملة في العباد. ويقف حداك بوليس من التالي، وحداه هو من التالي، باش اللي من التالي ويخزرك انت اش تتكلمي، ما تتكلميش حاجة سري، واللي وراي يعني يخزر له هو يتكلمش حاجة. هذا في كل حبس وكل واحد لازم يبدو الزوز وقفي معايا انا ومعاه هو.
باش نسامح. ما عرفش بنادي، ما فيهاش السماح هذول ربح، فيها السماح. هدى عندك الكلمة. احنا عائلة كبيرة شوية، كنا عائلة الأفراد متاحة نتكونوا من أمي وبابا و 14 صغير، كانت عائلة كبيرة شوية. كان رب العائلة يخدم ساق حافلة في الوقت هذاك، كنا تقريبا كانت العمار متاعنا متقاربة في بعضها، وكانت حتى العمار كانت صغيرة شوية. بداية المحنة في دارنا بديت تقريبا عام 84، أول مظاهرة قامت في بن عروس وخرجوا فيها تلامذة. من خلال المظاهرة هذيك وقع توقيف تلامذة وحطوا ليستة متاع الأسامي متاعهم في المعهد، إذوكم مش يقع الطرد متاعهم طرد نهائي. كان من ضمن التلامذة هذوكم خويا عبد الرؤوف، مشاو باش يقراو من غدويكا، قالوا لهم راكم طاردين طرد نهائي. بديت الرحلة من عام 84. حاول بابا كونه ما يخليش هكاكا، مشى يقيدو في الليبر باش يمشي يقرا ويكمل يمارس حياته الطبيعية كيما أخوته. الحاجة الوحيدة اللي كانت عنده بابا، قرايتك هذيك لا نقاش فيها، يلزمك تكملها وكهو. جاء عام 87 وفما كانت باش تقام مظاهرة في وقت بورقيبة، وكانت المظاهرة هذيك في رادس. تكلموا الأولاد قالوا رانا نحنا باش نمشيو الكل. وافقهم بابا، خرجوا الأولاد مشاو المظاهرة هذيك، كانت العشية مخر شوية. 87 وقتها بدينا نعرفوا المداهمات شو معناها مداهمات في الدار. احنا الأولاد مشاو وقالوا راهو فما كانت البوليسية، قالوا راهو بات ياسر يعني بوليسية، ما كناش نتصوروها كنا صغار شنو معناها برشا بوليسية، شنو معناها، كنا ديما نتسائلوا شنو معناها هذيا. روح خويا رؤوف بكري ورقدنا عادي، قعدنا نستناو في خويا فيصل لكن هو ما جايش. بهدنا علاش ما جايش، وامي توترت قالت كيفاه خوكم ما روحش لتو، علاش؟ احنا هكاكا ونسمعوا في الباب يضرب قوة. بهتنا نحنا كيفاش الباب يتضرب بالطريقة هذيك، احنا صغار خرجنا نسكن الجراء. دخلت علينا مجموعة ما تصوروش يعني قديش من واحد، سلاحات بوليسية تضرب في البيبان، حصرونا في بيت، وينو خوكم عبد الرؤوف، وينو هذا، وخويا وقتها راقد. دخلوا له البيت، كسروا باب البيت ودخلوا، بداو يضربوا فيه قدامنا نحنا نشوف فيهم، ويضربوا فيه بسببت متاعهم على ساقيه. قوم قوم، قام فجوع هو شنيا فما، قالوا له انت اسمك عبد الرؤوف، قال لهم اي. هزوه نتذكرها كيفاش هكا شنقلوه يعني من حوايجه وخرجوه هكا بقوه. نحن بهتي نخزر بعضنا وقعدنا هكا، فهمنا كلها محلوله. خزر واحد منهم لاخوتي الصغار، قال لهم تحركوا بقياعكم انتم تشوفوا شنو نعمل لكم، وشد عليهم الفرد. تفجعنا نحن اول مره نشوفوا سلاح، شو معناها هكاك سلاح. عشنا في حاله رعب، هزوه ونحن كنا في حاله ذهول. امي واقفه ما نجمتش تقول حتى شيء. بابا هو يقول لهم علاش، يقولوا تو نقول لك علاش يا حاج، تو نقول لك علاش. مازالوا كي خرجوا هما ونحن داخلين بعضنا في النهار هذاك، بعدها كيما نقولوا نحن حكيت ساعه ونص تقريبا، عاودت جاتنا مداهمه اخرى. مازلنا نحن نلموا في الشتات تاع الافكار نتاعنا في الدار، وفجاه دهمنا مجموعه اخرى ما نعرفوهاش بسلاحات ويضربوا في الباب، وجايبين معاهم خويا فيصل. شدوه، قالوا شدوه في رادس. دخلوا للدار طول، وين انت ترقد؟ وينهم الكتب نتاعك؟ وينهم اخوتك الاخرين؟ ونحنا نخزروا لهم، مشاو طول المكتبه وين نحطوا نحنا الادوات المدرسيه نتاعنا. قال لهم هاو ادواتي، وقتها هو عملتها بكالوريا. يشد في الكتب ويقطع فيهم، ونذكرها كيما توا هز الكتب نتاع القرايه ويعيط يسيح الراجل يقول هذه اللي خرب لكم الافكار نتاعكم. هز كتب بس
كتاب كتاب قرايه عادي، شنو اللي فيه؟ كتاب نتاع فلسفه ولا كتاب نتاع عربيه، شنو اللي فيه؟ يهزو يبدا يرمي فيه يقول هذا اللي يهلك لك الافكار نتاعك انت، تو نوريك. لمك الكتب هذيك بطريقه وحشيه يلموا في الكتب. امي خزرت لهم كيفاش يلموا في الكتب هذوكم وخافت هكا علينا، دزتنا قلت لنا اقعدوا انتم في البيت لهنا ما تتحركوش. المده هذيك هزوهم وهزوا معاهم خويا عبد الرحمن. مدة لقاء فات راوحت ما بين جمعة وجمعتين وشهر للأولاد. خويا فيصل وقت اللي روح بعد الجمعتين هذوكم اللي متاع التوقيف نتاعو ما نحكي لكمش ظهروا كيفاش. ظهروا الكل مجروح، الكل بالدم، كي يجي باش يرقد ما ينجمش يرقد. أمي تقول له شبيك وهو يبدا يعيط يقول لها لا حد شيء. حتىش من غدوة قال لها أمي يجي داوي لي ظهري. قالت له شبيه ظهرك؟ قالها اجي تنوريك. مشينا نجراو نحنا الكل، شنو معناها اجي تنوريك؟ يهز مريولو ظهرو حاله، ظهرو ازرق، الكل خطوط خطوط حمر بالدم، الكل مزلوع. قلت له امي مناش؟ قالها راهم ضربوني بطريقه يا ميمتي ما تصوريهاش كيفاش. قعدنا مرعوبين من عام 87 ونحنا مرعوبين من الحاله هذيك. بعد 87 جاتنا الازمه الكبيره لعام 90. عام 90 بالحق بدأت المحنة الكبيرة وبدأت من جد الضغوطات الكبيرة والمداهمات الكبيرة. بدأت أول مداهمات في الدار، احنا قاعدين في الليل وبدينا نسمعوا كل مرة والأولاد خرجوا من الدار، كل واحد منهم مشى لشيرة قال رانا ما عادش نقعد نبات في الدار، على خاطر كانوا كل مرة تجينا معلومة راهم بداوا يدوروا راهم بداوا يشدوا في الأولاد. كنا في بن عروس، نحن في منطقة بن عروس، وكل مرة نسمعوا واحد من الأولاد صحابهم كانوا يتشدوا. بدينا الحق نخافوا. أمي ما تصوروش الخوف نتاعها كيفاش كان. أول ما جاتها رجعت بها الفكرة كونهم هما باش يهزونا الأدوات المدرسية نتاعنا وباش يقطعوها. طول ما اللي بدات حملة الاعتقالات في بن عروس، أمي تصوروا تهزلنا في الكتب المدرسية متاعنا اللي تشوفوا حجم كبير، وكانت يا إما تحطوا في ساشي وتحفر له حفرة وتحطوا في التراب، وأي واحد عنده فاي دو بريون كان يكتب فيها ولا يراجع فيها تقول له لازم هذيك كانت مخالفة ولا يشدوك عليها. تهزها تحرقها، كانت من الخوف نتاعها أمي حتى كي تحرقها تحطها في التراب تبدأ تحفر عليها وتحط في التراب وتصب في الماء، تقول باش ما يشدوهاش ويقولوا لي هاكم احرقتوا حاجه. حتى نجي نقولوا لها يا امي ليه راهي قرايتنا، لا نقاش لا جدال فيها الحكايه هذيك، ما غير ما تناقشها فيها ليه يعني ليه. الحالة الرعب اللي شافتها 87 كيفاش هزونا هزوا الكتب نتاع القرايه نتاع اخويا، قالت ليه يعني ما تناقشونيش. كنا ساعات حتى كي نجيو نفادلكم مع بعضنا واحد يدور يقول والله ما قيت شكل الكتاب الفلاني، يخزر له اخوها يقول له صلي عليه صلاة الجنازة، برا شوف في أنا تراب من التراب راي دفنته أمي. كنت شوفوا الكتب والمجلات اللي دفنتهم أمي في الدار، يو كانوا جاوز الريعة راهي جنينة كل مليانة بالكتب وبالمجلات. على ما كانت من الخوف نتاعها أول حاجة رجعت لها هي استرجاع الذاكرة متاع عام 87 كي دخلوا هزوا الكتب متاع خويا في القراية، كانت ديما خايفة منها. بدأتنا المداهمات، أول مداهمة صارت لنا تقريبا مساعتين متاع الليل، احنا راقدين ونسمعوا في الباب يتضرب ضربين ما تصوروش، يعني الضرب هذاك اللي كان في الباب حتى واحد ما كان يتصوره، وتسمع كان فوق السقف تك 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 وجري، وتسمع في ناس يضربوا عليك في الشبابك. تصور انت على الكونتور كله متاع الدار ناس تضرب في الشبابك. امي خرجت تجري وبابا ونحنا خرجنا مفجوعين ونعيطوا ونصيحوا. واحد كسر علينا باب الدار ودخلوا يتجراو، تلمو انت كي تتصدم تخرج تجري وتتصدم بواحد ما تعرفش اسكو روحك تصدمت بحيط ولا تصدمت براجل، تهز روحك تلقى روحك قدام واحد ما تصوروش يعني الجهمات نتاعهم كيفاش. والسلاحات اول حاجه يعمل هيك حتى الضوء يقول لك ما تشعلش الضوء. انت صغير كيفاش تتصرف هكاك؟ انت صغير واخوتك معاك صغار ويزيد يشد سلاح في وجه اخوك ويحطه له في وجهه، وخوك يكون العمر نتاعو ما بين 12 و13 سنه، شنو يكون احساسك انت؟ شنية هالطفوله اللي باش تعديها انت في الوضعيه هذيك؟ امي تفجعت ياسر بدات تسيح
وقتلهم عليه شنو هذا الكل؟ قالها هذا الكل خاطرك انت ما عرفتش تربي ولادك. بابا يقول لهم علاش وليدي شنو اللي عملوا لكم؟ يقولوا له يا حاج كان جيت ربيت ولادك تربيه باهيه راه ما وصلناش للحاله هذيا. دخلوا مشاو للكتب، اول حاجه يمشي لك يمشي للكتب يمشي للي غاردروب يفرتوا يهزوا ويا ويلك اذا كان لقى شهاده مش شهاده نتاعك العلمي. هذيك اول حاجه يتصرف لك فيها طول يشدها اوتوماتيكمون يعملها لك هكا. اكثر شهيدنا اللي خديناهم كي كنا نقراو قطعوها منا طريقه وحشيه. الكتاب كان يهز لك الكتاب ويفرتوا هكا ويضربوا على توليدو في الحيط، تبدا ساكت تبدا مفجوعه تقول قرايتي ما عندك على شنو باش تحارب انت كان على قرايتك. هذيك الحاجه الوحيده اللي عندك انت في العمر هذيك ما عندكش حتى شيء كان قرايتك. هذيك اول المداهمات، هذيك اول ليله، هذيك ليله كانت مشؤومه عندنا نحن ليله مشؤومه هذيك حتى بمرور الزمن وتوا شوف قديش عدينا عليها من عام. الليله هذيك ما ننسوهاش اول ليله اللي عدوها معانا كيفاش حتى نبداو قاعدين يقولوا شفتنا احنا كي تعديت الفتره هذيك نبداو قاعدين مع بعضنا ونحن صغار يقولوا شفت انت شفت سلاح حقيقي في حياتك؟ يقولوا له نحن شفناه. يبدو ولاد الحومه يقولوا كيفاش شفتوه كيما نحن في الافلام؟ يقولوا لهم لا راه ماهوش هكاك السلاح الحقيقي. نبداو نصفوا لهم فيه ونصفوا في الالوان فيه، يقولوا لهم راه مش كيما اللي عدوهولنا في الافلام كيما اللي تشوفوه انتوما. راهو ولاد صغار تصوروا انتوما في العمر هذاك وين الطفوله؟ انا طفوله يحكيوا عليها وحماية الطفوله، انا هي في الوقت هذاك. من غدويكا وليت المداهمات في النهار وفي الليل، ما تعرفش عليهم وقتاش يدخلوا لك للدار. نبداو قاعدين مثال مع الحداش تشوف كان الكلوار مليان بالناس نترعبوا احنا مثال انت تبدا تحضر روحك في المغرب باش تتعشى انت ما زلت ما حطيتش العشاء نتاعك وتشوف كان مجموعات دخلت عليك. فما مره جاونا من العشاء في العشيه مخا جاتنا مجموعه ما تصوروش بالسلاحات اللي لابس كسوه اللي ماهوش لابس اللي مغطي راسه اللي لابسين بالاكحل لابسين بالازرق الوين عمرنا ما رينيهم في حياتنا. رانا تفجعنا اللي بالبروتكان يضربوا في الباب دخلوا علينا للدار ما تصوروش قداش من واحد ما تنجمش تحسبهم. وكل فرد من افراد العائله بالرغم عائلتنا كانت فيها 14 واحد تقريبا كل واحد وكل صغير واقفين حذيه اثنين ثلاثه. راهم نقول لكم قتلونا بالرعب. وينهم اخواتكم؟ وينهم وين مشاو اخواتكم؟ يسالوا في بابا. شدوا بابا قالوا له شنو هالعيله نتاعنا؟ نقعدوا نخدموا كان عليكم انتوما دار تونكتي راكم مرجتونا راكم طهبتونا. يقول لهم بابا علاش وينهم هما ولادي؟ ولادي راني انا بيدي ما شفتهمش عندي مده ما شفتهمش. يقولوا له ملا تربيه تربي فيها في ولادك ضيعتهم في هالمجتمع وضيعتنا نحن معاكم. هدى توقفوا اخوتك خمسه توقفوا كان تحكي لنا وقت اللي توقفوا المعاناه نتاع الوالده. كانوا ديما كي يجيونا للدار يسالوا على حد نكونوا متاكدين اللي هما راهم شدوا واحد منهم. مشيت امي المره الاولانيه بعد الضغط هذاك جاتها نوع من الهستيريا امي والكل ولات ديما تحت ضغط كلي حتى لين هزيناها ولينا لطبيب نفساني. مشى بابا سال عليهم كل مره يسال في بقعه يقولوا له راهو ما فماش حتى لين جاتنا معلومات اللي هما راهم في الحبس. كي جينا معلومه اللي هما في الحبس نمشوا نتصلوا بالحبس مثال واحد يقول لك هاو هنا واحد يقول لك مش هنا. اول الحبوسات كانت 9 افريل مشينا ل 9 افريل ما غاديك يمشي بابا يطلع لهم بطاقات زياره من المحكمه. بدات معاناه 9 افريل وبدينا شنو معناها نعرفوا حبس وبدات انواع الزيارات في الحبس. لولاني يبدا في 9 افريل هذاك تلقاه تتهنى على الاقل جزئيا تتهنى كون اخوك هذاك في 9 افريل. تمشي باش تنشد على الاخر يقول لك مش هنا. تمشي له برج الرومي يقول لك به هاو هوني. تراسي تمشي تطلع زياره امي السجن برج الرومي. تمشي باش تطل على خويا منير يقول لها مش هنا مثال في مرناك. تمشي تراسي لها مسكينه المرناك يمشي يطلع بابا بطاقه زياره المرناك.
كانت كل واحد يحطوه في حبس، كل واحد نمشوله الحبس. كيفاش باش تفرق روحك انت جمعه كامله كل واحد يحطوه لك في حبس؟ كانت معاناه كبيره ياسر، وبدات معاناه القفه. القفه ما تصوروش قداش كانت صعيبه، ما تصوروش قفه في عيله بالنومبر هذاك مع ابوه بركه سائق حافله في الوقت هذاك. ما تعرفوش قداش كانت صعيبه وقداش كانت تتكلف القفه هذيك. تعرفوا اللي لما هي عليها هي حسن التدبير. حسن التدبير هذاك كانت امي مسكينه، مش نقول لكم هي حسن التدبير، هي اكثر من حسن التدبير. بما انه كانت شعريه متاع بابا كانت ضعيفه ياسر، كيفاش كانت باش توفر القفه؟ وكانت يلزمها تهز لهم قفه. تعرفوا شنو معناها تهز قفه؟ يعني هو يحس اللي اهله لاهين بيه. تعرفوا شنو معناها قفه؟ قفه يعني اهلك رم حشتهم بيك، رم اهلك ما قطعوش السيله بيك. امي علقت ياسر من قفه. تصوروا كنا نمشيو للاسواق، ناس تمشي للسوق، كانت تمشي مبكر للسوق تاخو حاجه نتاعها وتروح. احنا كنا نمشيو للسوق اخر السوق، باش كانت الخضره ترخص وتنجم انت تشري منها الخضره هذيك. كانوا الخضاره يلوحوا الخضره نتاعهم بعد ما يكملوا البيوع نتاعهم، كانوا اللي يبقى لهم الخضره تلوح. كنا الخضره هذيك نمشيو نبداو قاعدين لوطا ونحنا صغار ونفرزوا فيها الخضره هذيك. معاناه القفه بالحق، اللي ما مشاش للحبس وعاش فتره ما يعرف شنو معناها وما يعرف شنو معناها الخصاصه. وصلنا في فتره القفه باش اخواتنا ما يتحرموش، اخواتنا توصلهم حاجه ولو بسيطه من القفه. كنا ناكلوا ماء نحطوا فيه خبز يابس نحصروا فيه القارص ناكلوه. علاش؟ باش نوفر القفه. تعرف خوك بعيد عليك، تعرف خوك تحرم برشا حاجات. هدى امك ما كانتش تهز قفه، كانت تهز 6 قفاف. هذه مهمه نتحكينا كيفاش تنجم تعمل 6 قفاف في الجمعه. كيفاش كانت تعمل؟ كيفاش كانت تقاسي؟ كانوا يتعمدوا الاساءه لينا، كانوا يتعمدوا الاساءه لامي. نهار الاثنين تزوري واحد يزمك، نهار ثلاث تمشي للاخر، نهار الاربعه تمشي للاخر، نهار الخميس للاخر، نهار الجمعه للاخر. كانوا يتعمدوا نهار الزياره ما يكونش نهار القفه، باش كي تمشي هذاك عندك قفه وزياره، كل نهار عندك قفه وزياره، كل نهار كان الديريكسيون نتاعك تمشي الحاجه. صورونا في العمر هذاك كنا نقسموا روحنا مجموعات مع امي باش نعاونوها. تصوروا انتوما كل ليله ام ما ترقدش هي والبنات نتاعها واولادها باش نعاونوها. تلمون احنا نتعبوا تسخف علينا تقول برو امشوا ارقدوا، هي تكمل طيبها حتىكش الاربعه نتاع الصباح تبردها، ونحنا نخرجوا مع الاربعه ونص 5 غربا. اذا كان زياره تقسم امي زياره هي وتهز معاها زوز من الناس، واذا كان قفه يلزم قفه هذيك يهزوها زوز من الناس. كانت ترزينا ياسر القفه هذيك. كل يوم كنا نمشيو على المنوال التالي، كل يوم ونحنا هكاكا مجموعه تمشي للزياره ومجموعه تمشي للقفه. من قدويكا نعاودوا امي تمشي للزياره ويتبدل البرنامج، اللي مشاو للقفه يمشوا للزياره واللي مشاو للزياره يمشيو للقفه. كنا كي نمشيو للقفه المده الاولانيه كانت القفه نهزوا قفه ما تصوروش. يعني انت تعرف واحد مسجون وتقول ماهوش قاعد ياكل ماهوش قاعد يشرب، على الاقل انا نوفر له 3 4 ماكلات باش نهزهم له، نوفر له الغله نوفر له كل شيء. المعون تعرفوه كان في البلاستيك. كانت كي تتهز قفه نمشيو للزياره قفه هذيك ما ترجعش. تعرفوا شو معناها قفه ما ترجعش؟ يعني باش ينضاف عليك مصروف، يعني باش تزيد انت تزيد تمشي تشري معون اخر، تشري قفاف اخرين. كنا ديما نقولوا علاش الناس خرج لقفاف نتاعهم واخواتنا ما يخرجوش لقفاف نتاعهم؟
علاش ناس تخرج دبش واخواتنا ما يخرجوش الدبش نتاعهم؟ امي ديما تقول لهم علاش ما تخرجوش وليداتي دبشكم بالاخص الفتره الاولانيه. قولوا لها لا يا ميمتي، احنا رانا نلبسوا ناس الكل مع بعضنا. تبهت امي كيفاش تلبسوا ناس الكل مع بعضكم وهما ثرنتهم كانوا الاولاد الفتره هذيك من كثره التعذيب اللي ذوافر نتاعو منحيه واللي ظهروا مسلوخ بالتعذيب. كان اللحم نتاعهم لاصق في المراول، تلمو كان ينفخوا المراول في الماء الاولاد ويغسلوهم بالصابون باش ما يخرجوناش. قعدوا تقريبا 6 أشهر ما يخرجوش في الحوايج نتاعهم، وبعد ولاو يخرجوا الحوايج كي تجي تثبت تلقى في الذنية من داخل نتاع المراول ذويثر الحم، فما دم يابس ماهوش منحي. بدينا نتفجعوا، بدينا نسالوا فيهم. كي تسالوا امي تمشي للقفه وتقول له ولدي علاش انت هكاكا، علاش فما دم، علاش فما ثر. انهاروا كان يجاو. الزياره الاخرى امي كي تمشي ما يخلوهاش تزور، يقولوا لها راه ولدك في السيلون. علاش في السيلون؟ على خاطر هو بيفي يلقلها يا امي راه ضربوني والا يا امي راني تعذبت. كان كي يمشي للسيلون وما نزوروهش، بعد السيلون هذاك كي يخرج يديه لوطه ما تنجمش تشوفه. انت على اول ما تدخل الساعه كي تجي باش تزوره طول تبدا تخزله هكايا، لقصته حاجه فما حاجه ما هو لاباس، تبدا تخزله في وجهه، تحس عينيه محوقه، تحس ليه، تحس وجهه احمر ليه. يديهم ما كانوش يهزوهم، علاش؟ خاطر يديهم كانت تبدا بالدم ولا ظوافرهم يبداو منحيين. يخرج من السيلون يبدا يكوع. كي يجي باش يخرجوه يقولوا له هيا وفات الزياره، يقولها يا امي راه ولدك شوفي كيفاش يمشي. تزيد هي اكثر، تصوروا واحد يخرج من الاربعه نتاع الصباح باش يمشي يزور، يزيد يشوف ولده هكاكا بالطريقه هذيك كيفاش تكون الحاله النفسيه نتاعو، وباش يزيد يعاود يسهر في الليل باش غدوه يمشي يزور خوه اللي بعده. معاناه الحبس كانت معاناه ما تصوروهاش. معاناه الحبس تبدا من الشارع، ملي انت خارج من الدار، ملي انت هاز قفه، الوجوه اللي تشوفهم في الشارع هي بيدها اللي تركب معك في الكار، تتلفت في الكار تلقاها بجنبك، توصل قدام الحبس يكون بجنبك. الحبس من برا يجي باش ياخذ بطاقات زياره، يقولها لابسه هكاك راك ما تدخلش. امي احنا من الجنوب، امي كانت محافظه ياسر، الى حد الان فماش خروج كان بالسفساري. كانت كي توصل قدام الحبس يخزر لها العول البرة، نبدو مازلنا في الشارع باش ياخذ بطاقات باش يدخلنا لداخل. يقولها نحي عليا السفساري هذاك، لابسه تحته حاجه، تقول وليدي ما لابسه حتى شيء، هذاك سفساريه ما نجمش نحيه. يقولها نحب نشوف شنو اللي تحته، تقول له راس ولدي لا عندي حتى شيء. يقولها ما يسالش، هزوا شويه خليني نشوف لون شعرك. احنا كنا نجمو نتفاداو هذاك شويه بحكم خاطرنا صغار، وكل كنا ديما يا اما كاسكيت وكاشكول يا اما بوني. كنا الحق في الشتاء كنا مسلكينها ياسر، العبد يبدا لابس هاكا طربوشه سوف يحط كاشكول ويبدا لابس الكابوت نتاعو بالطربوشه، كنا باقي في لنهوان شويه. اما يحسرك بها كي يبدا الحال حال سيف، يقول لها عامله مساك لازمك تنحيه ما كانش ترجع. تقول له عايش ولدي كيفاه؟ يقول لها ما فماش، اذا كانت تحبي تدخلي لولدك تنحي المساك هذاك. تقول له عايش ولدي هاني عملتها، هاني ربطتها تقريطه تونسيه. يقولها حتى كان ربطتها اقشحلتي لي شويه. تدخل لداخل، مازلت في الباب كل مره في الباب سي، انت باش تدخل الباب الشومبر اللي باش تزور فيها، يطلع لك بطلعه يقف لك قدام الباب يقولها يتنحيها الفولاره جمله ينفمش دخول، يحطها امام امر الواقع. عايش ولدي شوفني انا قداش كبري، احسبني كيما امك. يقولها انا امي حجت 4 حجات و5 حجات وما ريتهاش امي عمرها ما لبست اللبسه هذه. تقول له عايش ولدي راني كبيره راه عيب ما يطلعش حتى عليا. يقولها العيب مانيش قاعد نعمل في العيب، يا اما تنحي الفولاره نتاعك يا اما ما تدخلش لولدك. هدى الحبس كبيره. اي هدى، انت حكيت لنا كيفاش الستة كانوا موزعين على 6 حبوسات، لكن في فترة ما لموهم فرض حبس. كيفاش فك الفترة هذه تعاملوا مع الوالدة؟ كيفاش نظمت هالقفة هذه والزيارة؟ كيفاش الزيارة؟ الزيارة مستحيل يحط لك واحد بحذي خوه، ما
مستحيل. مرة مشينا باش نزوروا رؤوف، نلقاوه مازال كي جاي قال راني كنت في السيلور. عليه في السيلور خزر قال لنا والله كي كنت في الداخلية أرحم ياسر بالسيلور. تصور أنت أخوك باش تزور يقول لك الكلام هذا شنو معناها؟ يعني تعذب بطريقة أنت ما تنجمش تصورها. سقيم ما نجمش يمشي عليها، كي يبدا واقف يبدا جهد في الحيط باش ينجم يكلمك. قال تعرفوا أنا علاش دخلت للسيلون؟ قال نحنا في الليريا وشفت خويا مهدي يرحمه ما غادي. قال ما تصوروش قداش فرحتي اللي عرفت خويا معايا في الحبس. مازال يهز في يده باش يقول له انا هاني هنا، يعني باش يسلموا على بعضهم من بعيد. قريب العام ما شافوش بعضهم هما والكل. هو شافوا هز يده وهما هزوه، عذبوه هبطوا للسيلون. قالوا له شكون هذاك ومنين تعرفوا؟ كيفاش تعرفوا؟ تصوروا كانوا يعملونا يوصلوا يعملونا مثال نهار يزوروا زوز مع بعضهم. نمشيو من 8 نشدوا الصف باش ندخلوا للزياره. كيفاش كانت الزياره؟ يحط لك الزوز يلزمك تزورهم مع بعضهم، والزوز في زوز شومبر كل وحده سيباري على الاخرى. كيفاش باش تدخل لهم انت زوز مع بعضهم؟ كنا نقسموا بعضنا كل ثلاثه يلزمهم يدخلوا الواحد، يعيطوا لهم اثنين مع بعضهم تصوري في نفس الوقت. وكانت الزياره نتاعنا ساعه ديما هي الاخرانيه، ديما ما بين نص نهار ونص نهار ونص. الزياره الفتره الاولانيه ساعه كانت ما تفوتش ثلاثه اربع دقائق، اذا كان بالقديه هذه ثلاثه اربع دقائق قلت له وينك وشنو حوالك ولاباس وراهي العائله لاباس. مازلنا كبدينا تقول له على السلامه وينك، يقول لك فات الزياره. ديما نقسموا بعضنا، العيله كامله كانت مجنده، مجموعه باش يدخلوا الرؤوف، مجموعه كانت تمشي الفيصل، مجموعه باش تدخل المهدي يرحمه، مجموعه باش تمشي المنير. مشينا عندنا سق هذاك، ضيعت الناس كل قرايتها، ضيعت اي واحد عنده كان خدمه كان يضيعوا. علاش باش تمشي لخوك؟ تعرف شنو عليها تمشي لخوك للحبس؟ بس باش يحس اللي وراها راه عائله. العائله هذيك ما خليتوش ماهيش باش تخليه. العائله هذيك ما دامها تولدت على كونها تكون متماسكه يلزمها تقعد على طول متماسكه. امي ديما تقول لنا خواتكم وياكم يجيكم نهار تفلتوا في خواتكم. راهو اللي شاف الحبس وشاف اخته كيفاش بعدت عليه واخته كيفاش تعذب يعرف بالحق مع العائله. في الحبس كان خويا مهدي يرحمه كانوا يتعرضوا لاولاد ديما كانوا لازم باش يمرضوا في الحبس. خويا مهدي مرض بالقديه في الحبس. خويا مهدي يرحمه جاتو كحة، بدا يكح وبدا يتقلق، يقولهم عدوني على طبيب، يقولوا له عليه طبيب على شويه كحة. بدات الكحة هذيك تمشي وتزيد، نمشوا له باش نزوروها يتنفس يبدا بالسيف، يقول له راني نحس في روحي مانيش عادي، راني نحس في الرواري نتاعي ماهيش عاديه، راهو التنفس نتاعي نحسو شايح، نحس فيه يخرج بقوة. أمي تقولو يا وليدي ما نقولو فما طبة، يقولها يا ميمتي راهو طبيب ما يعطيني حتى شيء، يعطيني كيما نقولو نحنا أسبرين ولا بنادول ولا حاجة، يقولو أكاو، يقولها راهو ما يعملي حتى شيء، راهو الدواء اللي يعطيني فيه الطبيب راهو ما يعملي حتى شيء. حتى كي كان يتنقل من حبس لحبس ويقولها راني مريض، يقولو له ليه على شوية كحة. بدات تستمر الكحة هذيك وبدا يبدا عنده ضيق في التنفس، بدات تتأثر الرواري نتاعو حتى لين خرج من الحبس. خرج بالحبس زاد تأزم برشا. كي خرج من الحبس كل واحد منهم يخرج من الحبس المدة الأولانية لأولاد اللي عدوا ما بين عام وستة أشهر انتماء حتكش لثلاثة سنين. اول ما يخرجوا من الحبس لازمتهم هذيك المتابعه اداريه، كانوا كل يوم يلزمك تمشي تصحح ثلاثه ولا اربعه مرات. خويا مهدي ما يزيش كان مريض مسكين، ويزيدوا يقولوا لي لازمك تجي اربع مرات في النهار. تعرفوا شو معناها اربع مرات في النهار؟ يعني واحد ما يلزموش يخدم، واحد ما يلزموش يكمل قرايته. تعرفوا شو معناها واحد يقرا ويكمل قرايته؟
هدى انت شنو صار لك في الحكايه هذه؟ وقت اللي بدات المتهمه على الدار وفتره الاعتقالات انا كنت نقرا في رادس، كنا نقراو في رادس وكانت فما فرقه من رادس تجي، كانوا كل مره يديهموا الدار، جاو هزوا خويا عبد المنعم كان يقرا معايا في رادس، كان في ليسي تكنيك وانا عملت كيو جي. احنا مره في رادس وتصارت مظاهرات، فتره المظاهرات هذيك مره نحن مروحين، كنا في الليسي ومروحين ثلاثه بنات، شدونا قالونا باش نهزوكم تعملوا التزام على الخمار في المركز. احنا بنات صغار مشينا للمركز، تصور بنية صغيرة تمشي للمركز كي يعرضوك الأعضاء بتاع المركز هذاك شنو تحس؟ كي يعرضك واحد تنجمش حتى باش تهز راسك هكا تشوف راسه وين، شنو إحساسك في الفترة هذيك؟ يضربك بالمفتاح على راسك، يضربك بالكف على راسك، ينحي لك خمارك بطريقة ما تصوروهاش، يعني يخوق كبير. نحونا خماراتنا وقع الاعتداء علينا، ما تصوروش كيفاش، يعني ضرب، إهانة، سبين، كلام ما تصوروش كان يقولوا لنا فيه. صححنا وخرجنا، قعدنا يجي ساعتين. كنا باش نروحوا، كيفاش باش نروحوا؟ وجوهنا حمرة هكاكا والكف، كنت كي تاكل كف، تعرفوا كف؟ يعني تقعد في حالة ذهول، في حالة غيبوبة، بك الكف هذيك على الأقل دقيقتين ثلاثة باش يرجع لك الوعي متاعك اللي أنت راك في المركز. تصورونا خرجنا من غادي مشينا للبحر، نشدوا في الماء البحر، نغسلوا بيه في وجوهنا، نكمدوا بيه في وجوهنا باش ما نروحوش للمدينة، باش ما يسمعوش بينا اللي نحنا شدونا. جات فرقة في الليل يفركسوا على خويا عبد المنعم، دخلوا ما لقاوهش، وهو وقت عبد المنعم شدوه وقع، شدوه جماعة الحرس متاع شارع فرنسا في بن عروس وخلوه عندهم. جاو في الليل وقعت المداهمات كما العادة، وبعد خزر لي قال لي انت تونكتي متاع رادس؟ تفجعت انا وخفت، يقول دهر على الحكايه هذيك. قلت له اي نقرا في رادس؟ قال لي غدوه تو نتفاهموا. تصوروا ام تسمع في الليل عون امن يهدد في بنتها تو غدوه نتفاهموا، شنو باش يكون الشعور نتاعها؟ من غدوه الصباح قالت لي امسى باش تمشي للليسي، ما يلزمكش تناقش، ما يلزمكش تناقش على خاطر تعرف انت الوضعيه اللي فيها داركم وتعرف شنو اللي جرالك. قعدت الاربع ايام هذوك ما مشيتش للقرايه، عملت سيرتيفيكات، جيت نهار الاثنين ماشيه انا داخله الليسي، العساس من برا تونكتي لي دار حشتهم بيك، حسيت فما حاجه. انا طلعت لي دار القيم العام قال لي اسمع انت ممنوع تحط ساقيك هنا الا ما تجيب ولي امرك. قلت له تو نجيبو بابا، نمشي تو نجيبو ونجي بابا. الفتره اللي نحنا نقراو فيها في رادس كان ديما ياخو السيكتور هذاك، ديما كان يخدم في الديسات. قلت له تو نجيبو بابا، حتى كان يتعدى بالكارطة ونوقف نقول له بابا راهو في اللي دار حشتهم بيك. قال لي لا تجيب امك، وقال لي تو تمشي تجيبها. بهت انا شو معناها نجيب امي؟ روحت للدار قلت لي امي شبيك روحت؟ قلت لها راهو ما حبوش يقبلوني، وقال لي ما تجي الا ما تجيب معاك امك. قلت لي كيفاش هذا كلام يتقال؟ شنو تجيب امك وبوك وينو؟ قلت لها راهو قال لي هكا. قعدنا نستناو في بابا، روح العشيه قريب ما ثلاثه هكاكا دخل، مشيت امي حكيت له الحكايه، قلت له راهو طردها وقالها ما تجي الا ما تجيب معاك امك. قالها عليه عسكر كردونا انا هنا، شكون الولي نتاعها؟ قال لي بابا البس هاي نمشي. لبست مشيت انا وبابا الليسي، احنا دخلنا هو قالوا تفضل، قالوا انت راك طردت بنتي صباح، وقلت لها ما ترجع لما تجيب ولي امرك، انا راني بوها ولي امرها.
قالوا لي ماكش ولي امرها. قالوا هاي بطاقه التعريف نتاعي انا نكر فيها بنتي. قالوا لي انت ماكش ولي امرها، احنا حشتنا بامها. قالوا شنو معناها حشتك بامها؟ قالوا لي احنا حشتنا بامها، عندنا حاجات اوراق لازم تصحح فيهم، الام ما عندوش الحق البوي يصحح فيهم. قالوا انا مرتي ما تخرجش ما تجيكش الليسي. قالوا حتى بنتك ما ترجعش الليسي. من وقتها طردوني الليسي، انا رجعت قالي مستحيل على كونك الساق نتاعك تحطها في الساحه، يا اما تجيب امك يا اما انساها برايتك. بابا قالها امي ما تمشيش، وانا اذا كان هي باش يصير لها كيما صار لاخوتها الاولاد ما فماش داعي كونها هي تكمل الدراسه نتاعها. قعدت في الدار، قعدت في الدار وتصوروا العبد الازمه اللي تصيرلو، خلع على القرايه بتاعو. علاش؟ على خاطر خمار. الخمار شنو باش يزيد وشنو باش ينقص؟ كان في الوقت هذاك فماش حتى واحد يحمي عليك، ما تلقاش منظمه مثل تحمي عليك ولا. ويقول لك حريه، وين الحريه وقتها؟ ما عندكش حتى الحريه انت باش تلبس. تصوروا نحنا مره قاعدين في الدار كلنا، دخل علينا الحاكم القلا قاعدين البنات وبابا معانا وقاعدين نحكيو. هو كان يدخل بدون استئذان، المتربي المتربي فيهم يكسر عليك باب الدار ويدخل. القلا قاعدين، قال له شنو يا حاج؟ يا اخي عيله كامله مقربتينا. تزعنا نحنا وقمنا. قال له حاج لمهم الكل وهيتهم معاك للمركز باش نمشيو نعملوا التيزي. تصوروا خارجين من الدار، شفتوا الدجاجه والفلالس نتاعها تمشي. بابا يمشي مسكين القدام وباهت، ونحنا نمشي وراه الكلنا. هزونا للمركز، ما تصوروش الكلام، ما تصوروش شنو يقولوا في المركز قدام بو وبناته ومرته. الكلام اللي عمرنا ما سمعناه، الكلام اللي عمرنا ما نعرفوه، راهو كلام بذي ما تصوروش. والجمله الشهيره اللي عندهم، انتوما درتوا نكتي عذبتونا، ما فهمناش منين خرجتونا، انتوما تعرفوا شنو كاركم؟ كاركم في الصحراء وننفيوكم ونطرقوا عليكم بالنار باش يشوف الناس نتاعكم غادي. ما تنجميش ترجع عليهم. بوليس كيفاش باش يرجع عليه الاب؟ عملنا لكلنا التزامات وروحنا. شكرا هدى، شكرا على شهادتك. هدى والله ديما نقول الحمد لله اللي تغيرنا من حال لحال. الحمد لله اللي وصلنا للمرحله هذه. احنا عاقدين النواره في الثوره، ما تصوروش قداش فرحنا برشا بالثوره. نتصوروا احنا هنا باش نوصلوا بالحق المرأة، ومعاناة المرأة راهو كانت على امتداد سنين في الدولة هذه، وما زالت المرأة باش تعطي، وما زالت المرأة باش تجيب أجيال. راهي الأم إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. تحية لكل أم وتحية لكل مناضلة، وإن شاء الله كل واحد ياخذ حقه في البلاد هذه، واللي يستحق باش يتحاسب يلزمه يتحاسب، خاطر راهو واحد بالحق يضيع قرايته. طفولة ما عشناهاش كيما عاشوها الناس طفولة. ناس عاشت طفولة قراية ومرح وفرح. المرح متاعنا كنا كي نمشيو زيارة باش تشوف خوك وينو. الفرح متاعنا كنا تشد مجلة باش تقراها تلقاها مقطعة في الشارع تشدها تبدا تقرا فيها. لحلحوا بجيران باش يعطونا جرايد متاعهم باش كنا باش نقراوهم. كنا بسرقة على أمي باش أمي ما تأثرش. وإن شاء الله كل واحد يلقى فعله ونتقابلوا عند ربي إن شاء الله.